مربوط بسلاسل. لقيت أشخاص اثنين واقفين دول نفسهم وهو ما موجود. سألت عليه وقلت لهم وين جدي؟ قالوا لي جدك نزل السابع أرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل متابعين بالدنيا. قبل لا أبدأ بالقصة مال اليوم، صلي لي على الحبيب المصطفى، اذكروا لي الله يا جماعة الخير. قبل لا أبدأ بالقصة أريد من عندكم تستمعوا لي شوي، ولا تعتبروها مقدمة، اعتبروها كلام جدا مهم. ما ارتسوا علي فيديو. قعدت الصبح لقيت شخص معلق لي ويقول لي أنت كذاب، طريقة التحضير الجن مو هيج ولا هيج، وأنت حاط اسم الجن مو حقيقي. رجعت وجاوبته، قلت له انا طبعا ما اخلي الاسم حقيقي، لان انا الشخص اللي يتابعني ما اريد اضره، انا اريد افيده، هاي وحدة. واذا كانت طريقة التحضير حقيقية ولا مو حقيقية، اني جزء من القصص القاها على النت وجزء الثاني العالم ادز لي اياها. فاذا كانت حقيقية ولا مو حقيقية، اني هدفي اروي قصة، مو هدفي اصير ساحر. فهو هذا التنويه فقط. قصتنا اليوم هي بعنوان البيت القديم. اسمي علاء، وكنا نسكن ببيت اني وابويا وامي واخواني وجدي وعمي. البيت كبير جدا، وكنا نسميه بيت المزرعة، لان كان بهذا البيت مزرعة. قمنا نشوف امور غريبة تحدث بالبيت، وطبعا كل الامور هاي توحي انه البيت مسكون بالجن. انا بذاك الوقت كنت صغير وما اعرف شنو جن يسكن بالبيت، ولا اعرف انه الجن يأذون الناس اللي موجودة. مجرد كنا نسمع بالقصص في سبيل ننام من وقت، يعني هن يحشون هاي القصص في سبيل نخفى وننام عليها. طبعا جدي كان يرفض انه احنا نطلع من البيت، والكل كان جامعنا بالبيت وما يخلينا نطلع. طبعا يوم من الايام توفى جدي، اجى الاجل مات وبعد خلص، والاجل من يجي مستحيل يتقدم ولا يتأخر نهائيا. مات جدي وتوفى، بس ورا الفاتحة نهائيا مات، يعني العزة خلصت 3 أيام. أهلي طلعنا يعني بغير بيت وعفناه، وبيت عمي هم كذلك. وبنفس الوقت قاموا يجيبون عالم تريد تشتري البيت، بس البيت ما ينباع. لحد ما كبرت ووعيت وتعدى عمري 18 سنة، عرفت إنه البيت مالنا مسكون بالجن، والبيت مالنا ما مسكون بجن عادي، بيه قبيلة من الجن ومستوطنين عليه، ومستحيل راح يقدر شخص هو المزرعة يجي يبيعهم. لحد الآن أتذكر من والدي جاب شخص يشتري هذا البيت، وكان العصر وظلوا يحجون ويفترون بالبيت لحد ما أجى المغرب، هم يفترون بالأرض أو المزرعة الصغيرة اللي بيه. بعدها قام ينشمر عليهم إحجار من كل مكان، ويسمعون صياح ويسمعون أصوات ما الناس تركض من يمهم. طبعا هذا مباشرة اللي يجي يشتري البيت، من شاف الوضعية هيجي عافه ومشي، وهو يجبن عالم عليه. لحد ما يوم من الايام عمي اقترح على ابوي البيت ما راح ينباع هيجي، ولازم البيت يجيبون شخص يعني يقرا بيه قران. وراحوا وجابوا شخص، بس ما تمكن من عنده، وقال لهم هاي الشغله اكبر من عندي وما راح اقدر اسويها. وجابوا 2 بعدها وما قدروا نهائيا. لحد ما اجى اليوم اللي انا رحت بيه ويا اهلي زياره للمقبره الجدي، وكانت المقبره بعيده علينا، يعني المقبره تقدرون تقولون بال50 60 كيلو او اكثر. فمن رحنا عليها ووصلنا الصبح، يعني طلعنا ما اعرف بيه الساعه ما اتذكر، بس المهم وصلناها الساعه بال9 الصبح. ومعروفه يعني بالمقابر وغيرها الساعه بال9 تلقى الوضعيه يعني النهار والامر جدا طبيعي، بس دائما المقابر تكون متطرفه مكانات، يعني ما يخلوها بنص دور سكنية أو أحياء، يعني نادرا ما تلقى مقبرة يعني قريبة على دور سكنية أو أسواق. كانت هاي جدا بعيدة، ورحنا هناك والكل كان قاعد، اللي يقرأ قرآن واللي يدعي له. وأخذنا ويانا أكل في سبيل نوزعه على روح جدي، ولحد الآن أتذكر كان حلو، حلويات مال يسووها من الرز ولونها أبيض، وياها قطع 2 مال كيك. هذا اللي وزعناه هناك على العالم. وبأثناء تقريبا الساعة بال10 وهيك واحنا بعدنا هناك، بدت عالم تجي، فبدينا نعطيهم. المهم وبهذا اليوم اجت جنازة مال شخص ما نعرفه نهائيا،
وكان قريب راح يدفنونه على جدي وجو الناس كلهم. طبعا أبويا راح لهناك وراح بياهم وقف وظل يباوع على هذا الشخص. بس الغريب بالأمر سمعت صوت آني ناديني، والصوت كان ينادي باسمي. استغربت من عنده جدا، وأريد أعرف مصدر الصوت منين جاي ما أدري. والصوت كان ينادي: علاء علاء جاي حاجيك، علاء هم زين جيت، علاء انا جاي انتظرك، باوع علي. وبعدها ظليت اتلفت يمنى ويسرى بس ما اعرف الصوت منين جاي. وبعدها باوعت على العالم اللي جاي يدفنون، وشفت بنهاية العالم اللي واقفه واحد واقف هناك، وهذا الشخص اللي واقف كان يشبه جدي. استغربت من المنظر، مالته يشبه بشبه مو طبيعي. بس المشكلة انه حتى العمر مالته بعده ثابت من كنت اشوفه صغير، يعني ما متقدم اكثر بالسن، كأنه جدي ما ميت. ظليت واقف وباوع عليه، وبعدها نسيت الصوت الناداني، وكانت أمي واقفة بصفي. ظليت أحكي وياها وهي ما منتبهة علي، وبديت أجرها من نيدها وأقول لها: يمه شفت جدي ذاك وينه؟ وأول ما قلت لها وافترت هي باوعت على العالم، اختفى من قدامي وقمت ما أشوفه. بعدين قالت لي: لا سوي هيك شغلات ترى أني أخاف. المهم وبعدها اللي صار، ظليت أباوع على العالم وأرد أشوفه وين. شفت شخص طلع من المجموعة وكان لابس هدوم مثل هدوم جدي، وانتبهت عليه لقيته جدي، لأن كان جدي يتميز إنه هو يشيل وياه عصا أو عوشية يعني يتوكى عليها. وبديت أمشي ورا بالمقبرة أريد أشوفه وين راح. وبديت أمشي ورا، ومن شافني إنه أنا جاي أمشي ورا والتفت وعرفت إنه هذا الشكل جدي، قام يروح ويمشي بين المقابر بصورة جدا سريعة. وكنت أمشي ورا، وتقريبا تقدرون تقولون مو تيهت أهلي، وإنما صرت بعيد عليهم. وشفتهم شلون جاي يدورون علي، ولما شافوني من بعيد ظل أبويا يناديني. وأول ما جيت قال: شلون تمشي أنت بالمقبرة وحدك؟ هاي مقبرة وما يصير به تمشي بيها. وبعدين ليش عفتنا ومشيت؟ أنت وين رايح هناك؟ قلت له: ما أدري، ظليت أمشي ونسيت. قال لي: تمام، ظل واقف هنا. وظليت واقف، وعدى اليوم طبيعي جدا، ورجعنا للبيت والأمور جدا طبيعية. بس لما اجى الليل ونمت بالغرفة، كنت ما مرتاح بنومتي نهائيا. كنت افكر بالموضوع انه انا شفت جدي، وحكيت لهم وحكيت لابويا بس ما صدق بيا، والكل قال احتمال شخص يشبهه، والله يخلق من الشبه 40. وبعدها باثناء انغماسي بالتفكير الطويل انه انا شفته ولا ما شفته كان حقيقي، والصوت اللي سمعته وفيته ما ادري بنفسي، حلمت حلم، والحلم كان جدا غريب. لقيت جدي مثل اللي مربوط بسلاسل ويقول لي: أريدك تحررني من عدهن، وأنت الشخص الوحيد اللي راح يقدر على هذا الشي. طبعا أنا ما أعرف شنو من حلم، قعدت الصبح قلت لأهلي بس ما صدقوا بيه. وأبوي قال: حلم عادي وحلم عابر، جدك كان إنسان عدل والعالم تحبه، مستحيل تحلم بيه بهيج حلم. وبعدها قمت كل ما أنام تقريبا لمدة 5 أيام أشوف الحلم نفسه يتكرر بنفس الكلام، وكان جدي يطلب من عندي ويقول لي: أريدك تحررني. لحد ما اليوم السادس حلمت حلم، المشكلة ما لقيت جدي مربوط بسلاسل، لقيت أشخاص اتنين واقفين دول نفسهم وهو ما موجود. سألت عليه وقلت لهم: وين جدي؟ قالوا لي: جدك نزل السابع أرض، وجدك بعده ما متوفي، واحنا سحبناه واخذناه لجوه. هاي مجرد جثة انتو دفنتوها، بس روحها معلقة عندنا، وروحك انت هم اذا ما سويت الشي اللي نريده. قعدت من الحلم واني بالقوة اتنفس وتعبان، ونفسيتي كانت ما اعرف شلونها، واتلفت يمنى ويسرى. يلا استوعبت انه انا كنت بحلم من الخوف، وهم سولفت لاهلي وقالوا لي الامر جدا طبيعي. الامر ظل يدور براسي، وعرفت انه هاي الاحلام الها صلة بجدي، ومستحيل يكون هذا الحلم عن فراغ او حلم نقدر نقول عادي. وبذاك الوقت كنت صغير بالسن ومراهق، وانتو تعرفون المراهقين دائما تلهيهم امور الدنيا والاشياء، هواي امور ثانية، يعني ما يلتزمون بصلاتهم او دينهم نهائيا، يعني ملتهين بامور دنيوية. كنت انا اصلي بس اقطع، يعني اذا صليت صلاة الظهر العصر والمغرب والعشاء ما اصليهن. المهم يوم من الأيام رحت الصلاة الجمعة أني ويا والدي،
وظليت بالجامع، وورا ما خلصت الصلاة شفت والدي طلع من الجامع، وانا ظليت اتختل في سبيل اللي يشوفني، هو يعرف بي انه بات انا اطلع قبل البيت، لانه اذا يشوفني راح يصيحني وياخذني وياه. كان الهدف مالتي اسال الشيخ مال الجامع على ذني الاحلام، وصدق سالت الشيخ مال الجامع وقال لي انا مفسر مال احلام، بس هذا الحلم متعلق بجدك وانا ما راح اعرف افسر لك اياه عدل الا تحكي لي حالتكم كلها. حكيت له الحاله وذكرت له الاشياء المعلقه بالجن، فقال لي شلون يعني بيتكم مسكون وليش انسكن وانتم قاعدين بيه، شنو انتم كنتوا ما تصلون؟ قلت له الكل يصلي وخاصه جدي. رجع وقال لي الامر متعلق بجدك، بس احتمال اذا تروح للبيت مالتكم ذاك المتروك اللي تقول عليه مسكون راح تلقى الحال هناك وراح تحل كل هاي الامور. قال لي بس ها اذا اردت تروح للبيت لازم تحصن نفسك جيد قبل ما تروح. طبعا انا مباشرة جاوبته وقلت له انسى الموضوع، البيت مسكون بجن وما اروح، اني اخاف من عندهم وما اروح هناك نهائيا. رجع الشيخ وقال لي، قال لي ليش تخاف من عندهم؟ انت اذا تحصنت بكلام رب العالمين ما حد راح يقدر يأذيك نهائيا. قلت له انا كنت صغير بالعمر واني مو مكلف بوقتها اصلي او اصوم، وصغير بالعمر لحد الان ما انسى الموقف اللي صار لي واني بالحمام. كنت بالحمام وطب علي واحد الحمام وظل يضرب بي، وكان اصغر من عندي بالطول اكثر من عندي، بس هو شكله ما شايب وظل يضرب بي لحد ما فقدت الوعي، ودخلوا علي اهلي وقالوا لي انت كنت تحلم ولا انت كنت نايم؟ وهذا الامر صار بالليل ولحد الان اني ما ناسي، ولحد الان اتذكر الالم والوجع اللي حصلته من الضرب مالته. وهسه تقول لي روح للبيت عليهم وحصن نفسك؟ لا ما اروح وانسى الموضوع، وحتى الحلم عسى ما يوميا يجيني كابوس واتاذى من عنده، بس ما اروح للبيت نهائيا. ومن هذا اليوم اللي حكيت بيه للشيخ وقلت له ما اروح بدت الكوابيس تزيد علي. وصلت الحالة اللي قمت انا باليقظة اشوفهم، مو اشوفهم وانما اقوم اتخيل واصفن ويروح بالي جدا بعيد. يعني تخيلوا اذا قاعد على مسلسل والمسلسل هذا المدة الحلقة مالته 30 دقيقة ويا الاعلانات، انا ما اشوف من عنده غير مشهدين ثلاثة والباقيات يروحن بالصفن لحد ما يكمل وما اعرف شنو. حتى كنت اتابع طوبة واحبها قام يروح علي الشوط كامل وما اعرف شنو، الا اسمع من يجي هدف، يلا اسمع الناس تصيح بصوت عالي، يلا اعرف انه اجي هدف. حرفيا فقدت يعني الحياة العادية مال الناس اللي تعيشها. مو اقول لكم صرت انطوائي، بس بنفس الوقت تعبانة نفسيتي و24 ساعة الموضوع ببالي ما يرضى يطلع، لحد ما يوم من الايام اجى الحلم اللي قلب الموازين كلها. الحلم اللي انعاد علي 3 ليالي كان الحلم انه اني بمكان، المكان هو ارض زراعية كبيرة ما اعرف وين، تبدي افاعي تركض وراي وكلاب. الافاعي والكلاب كانوا سريعين جدا بس ما كانوا يلحقون بي، كان سرعتي اسرع من عندهم. كنت اركض لحد ما اوصل البيت مالنا القديم اللي هو بيت جدي، وادخل بيه بعدها يعوفوني ويرجعون، اظل ابوع عليهم يعوفوني ويرجعون. بس لما اريد اطلع من البيت ما اقدر اقعد من الحلم متعوب جدا وكانه صدق راكض. 3 ايام حلمت بهذا الحلم. اليوم الثالث اللي حلمت شوية كان بيه اختلاف، نفس الكلاب ونفس الأفاعي اللي تركض وراي، بس هالمرة كان يركض وراي شخص، وتقدرون تقولون مثل الغول، راسه صغير وجسمه كبير، وكان يمشي على 4 مثل الحيوانات، أذانه طوال وظهره بيه شعر مثل شعر الفرس. كان شكله مرعب جدا يركض وراي ويقول لي ما راح أتركك نهائيا لحد ما راح تدخل للبيت. وصدق دخلت للبيت وتركني بعدها، بس بهذا اليوم ردت أطلع من البيت ما قدرت. وأنا بداخل الحلم سمعت شخص يناديني ويقول لي أهلا وسهلا بيك، جدك خلاك أنت الوسيط بيننا وبينه، وإحنا ما جايين نذيك، بالعكس إحنا جايين نخدمك وتحت أمرك. طبعا كنت اتلفت بكل مكان بس ما اعرف الصوت منين جاي. قعدت من الحلم وظليت يعني اجمع الاحداث مالته شلون صار وليش شوية باختلاف ما عرفت. ما حكيت لاحد ومن زمان قمت ما احكي لاحد نهائيا، لان اي شخص احكي له يقول لي انت كذاب وانت ما جاي تحكي الحقيقة، وهاي الاحلام انت تسويها ببالك وبعقلك. واجي اليوم من الايام اللي قويت نفسي بيه،
قويت نفسي بيه وقلت لازم اروح لهناك واواجه. وبعدها انا اصلا صرت كبير، كان ويانا واحد جيراننا بالمنطقة. طبعا راح ووصلني للبيت وكانت عنده سيارة، راح هناك ووصلني. هو كان بقدي بس رفض يدخل وياي وقال لي انا ما اطب باماكن مسكونة، راح انتظرك هنا، واذا تأخرت انا خابر على اهلك واقول لهم. كنا متفقين ما اتأخر اكثر من نص ساعة بس راح اخذ فرة بالبيت ارد اشوف شنو اللي راح يصير. ودخلت للبيت وظليت افتر، بس الغريب بالامر كل شي ما صار، واي شي كنا حاطينه بالبيت على حتى ظل، والتراب ماكل البيت والبيت وسخ جدا. طبعا ظليت افتر وما حصلت اي شي، وعفته وطلعت افتر وطلعت وصعدت بالسيارة ورجعت وقلت للولد، قلت له ماكو اي شي. قال اذا الاحلام اللي جاي تحلمها انت احلام جدا عادية. قلت له لا الاحلام مو عادية. وظلنا نتحاور انا وياه بالسيارة لحد ما وصلنا، الامر جدا طبيعي. دخلت للبيت وقعدت ويا اهلي وسولفنا شوية، وبعدها ابوي سألني قال لي الكوابيس بعدها تجيك. قلت له اذا حكيت لكم واذا ما حكيت لكم انتم الامر ما راح يهمكم وما راح تصدقون بيا ابدا. طبعا بهاي الليلة نمت، ولما نمت حلمت حلم شخص شكله جدا غريب، تقدرون تقولون يعني هو بشر بس شكله مو شكل بشر يعني مثلنا. كان ضخم جدا، جسمه وحجمه وطوله بكل شي بيه يختلف، واقف قدامي على السرير اللي انا نايم بيه ويقول لي اقعد اقعد جاي احكي وياك اقعد، لحد ما خلاني اقعد وانا داخل الحلم. لما انقعدت قلت له شو تريد وانت منو جابك هنا وشنو اللي خلاك تدخل بالغرفة؟ قال لي انا جيتك لان انت ما جيت وحدك، وانت اذا اردت تكشف السر واردت تنقذ جدك من الشيء اللي صار له والسلاسل اللي متقيد بيها لازم انت تجي للبيت وحدك. عاد لي كلمة وحدك تقريبا 3 مرات وصدق. ثاني يوم قلت راح اروح وحدي وش يريد يصير خلي يصير. رحت وحدي للبيت وتوكلت. دخلت للبيت، الغريب بالامر بيوم اللي رحنا اني والولد البيت كانت بيه قمرية مال العنب، والعنب اللي بيه يعني كان كله تراب عليه ومو نظيف. لقيته كأنه احد غاسل البيت، او يعني البيت بي حتة نظافة وانا بعدني ما داخل. لما دخلت الداخل البيت تفاجأت، لقيت البيت ما بيه تراب نهائيا، كأنه اكو ناس ساكنة بيه. صح الخربة طبيعية موجودة بس التراب كله راح، والعنكبوت اللي باني على الحيطان وبعد الجدار ما لقيت اي شي. شنو اللي صار ما اعرف، ظليت واقف هناك وماكو اي شي. وشوية بس بديت اتقدم انسدت الباب سدة جدا قوية، التفتت وراي وكان ماكو احد موجود، بس من اللي سد الباب ما اعرف. بعدها سمعت صوت يناديني ويقول لي اتوجه للمخزن وبعدها افتح القبو وانزل بيه. تعرفون صدمة وين؟ البيت مالنا ما بيه قبو، وشلون بيه قبو؟ انا كنت ما ادري، واهلي ما يدرون اصلا موجود قبو، لان طول عمري وعيشتنا بيه البيت ما سمعت انه يوم من الايام بيتنا بيه قبو. ما احكي لكم الرعب والترويع اللي صرت انا بيه بذيك الساعة، بس بنفس الوقت قلت انا خلص بعد جيت وطبيت والباب انسد علي لازم اروح واشوف. وصدق رحت ودخلت للمخزن، والمخزن كان داخل البيت بس منعزل، يعني صاير بنهاية البيت، والبيت مثل ما قلت لكم كان كبير وداخل مزرعة. ودخلت للمخزن وما احكي لكم كمية الغراض اللي موجودة بيه، وإضافة إلى هاي غراض كلها للكب، يعني غراض مكسرة موجودة متروس المخزن ترس، وما إلك محط رجل، وما تعرف وين أصلا إذا كان أكو قبو أو أكو باب بالأرض، ما أعرف إذا كانت موجودة من الغراض اللي موجودة. وبعدها قمت أوخر بالغراض اللي موجودة في سبيل أشوف الأرضية، وكنت شاعل التليفون مالتي والضوء مالته، يعني شاعل التليفون وأضوي بيه على الأرضية وأوخر بالغراض، وصار تراب بالمكان مو طبيعي، لأن غرفة المخزن كانت كلها تراب، وقلت لكم الغراض اللي بيها كلها قديمة. المهم وأنا جاي أوخر أكو ستارة أو بردة قديمة جدا، لما نفضتها ما أعرف شنو اللي طار من عندها وطلع صوت ما أعرف شلونه جدا غريب، مثل الصرخة على شي يعني زمجرة ما أعرف هيج صوت كان. المهم ولما شمرتها طلعت تراب كمية مو طبيعية. هنا سمعت شخص يسعل
ويقح بصوت يعني مو طبيعي، صوت جدا خشن، ويقول لي على كيف. هيك راح تخرب كل الأمور، مو هيجي يوخرون الغراض بعدها. سكت الصوت، ظليت اتلفت وهاني بالمكان ارد اشوف بس الصوت منين جاي يطلع، ما اعرف. بدت الغراض تنزاح وحدها وتوخر من الارضية، يعني كأنه اكو اشياء جاي تنشال من مكانها وتطير، وهذا الشيء انا شفته بعيني، ينشال الحاجة وتنحط بغير مكان. وبعدها فتحت الباب اللي موجودة بالارضية ورا ما راحت الغراض، وانا مذهول بالامر اللي جاي يصير قدامي. دخلت للقبو، كانت تقريبا عبارة تقدرون تقولون نزلت 6 درجات او 7، وبعدها افتريت تقريبا نزلت 4 درجات وصرت بالارضية مال القبو. كنت اضوي بالتليفون اللي موجود عندي بالمكان. المكان ما كان كبير نهائيا، كانت غرفة عبارة تقدرون تقولون عن 3 امتار بمترين، يعني صايرة بالعرض على شكل مستطيل. وبعدها تندمت ما جبت ضوء وياي قوي على مود اشوف زين، وما كنت متوقع راح تصير بي هيجي امور. وبعدها وانا جاي افكر بهذا الموضوع واتلفت يمنى ويسرى، وضوء التليفون مو هالقد قوي، اشتعلت شمعة على طاولة محطوطة وكنت ما اشوفها، والشمعة كانت شمعة قديمة اللي تشتعل بالنار يعني، واشتعلت الثانية اللي بصفها والثالثة، واشتعلت 3 شموع نورت المكان كله. لقيت طاولة، ولقيت بنهاية الغرفة هاي رف موجودة عليه كتب وعدة كتب عادية، ما تقربت على أي حاجة موجودة، لأن جيت أريد أروح على الرف مال الكتب اللي موجود، كانت أكو أوراق محطوطة على الطاولة، ورقة واحدة من عدهن الوحيدة كأنه شخص شالها وفوتها من يمي، تقدرون تقولون طايرة بالهواء وجتي، بس هي فاتت من يمي بصورة عدلة، يعني بهالحركة هاي بصورة عدلة فاتت من يمي بعدين سقطت على الأرض. لما سقطت على الأرض عرفت إنه هاي الورقة تريد تلفت انتباهي، والشخص هذا اللي جاي يحركها من يمي هو نفسه اللي جاي يحكي وياي ويطلع هذا الصوت من عنده. الكلام اللي كان مكتوب بالرسالة طبعا كلام أنا ما أعرفه نهائيا، وما أتصور أي بشر راح يقدر يقراه، بس أكو كلمتي اللي فوق هن اللي شدني، مكتوب هذه الرسالة العلاء فقط، يعني إلي أني وما أعرف، وباقي الكلمات كلها ما أعرف أقراها. ظليت أقلب بالورقة يمنه ويسرى، بعدها سمع الصوت يقول لي عدل الورقة، عدل وخليها قدامك، عدلت الورقة وظليت أباوع عليها وكل شي ما صار. وراها بدأ يطلع صوت ما شخص كأنه جاي يقرأ لي الرسالة اللي موجودة بيدي، والرسالة كان محتوى مالها أهلا وسهلا بك في عالمك، هذه الرسالة لك، إذا قرأت هذه الرسالة فاعلم أنك أصبحت واحدا منا، وقبل خروجك من هذا المكان اذهب إلى نهاية المزرعة وابحث تحت شجرة التوت عن السر. وسكت الصوت، بس لما سكت الصوت الورقة اللي بيدي طبعا أنا لازمها، واتلفت لأن مصدر الصوت كان يجيني من كل الاتجاهات مو من اتجاه واحد. حسيت بإيدي حرارة، باوعت لقيت الورقة جاي تشتعل نار، وبعدها الورقة انمحت من ايدي كأنه مثل المستمسك وراح. يعني اذا تريد تقول انه انا لقيت هيج حاجة ما راح تقدر تثبت، لان تناثر الرماد مالها بكل مكان. بعدها ما اعرف شنو اللي صار لي، ظليت ثابت بالمكان وجامد ما اقدر اتحرك، وما جاي استوعب الاشياء اللي جاي تحصل وياي، وبنفس الوقت اي شخص راح يسمع القصة ما راح يصدق وراح يحسها من فيلم. وبعدها وبعد صفنة طويلة عفت المكان وطلعت، بس لما طلعت ما رحت للبيت، رحت على شجرة التوت، وأنا أتذكرها هاي شجرة توت بري وكانت ضخمة جدا عندنا بنهاية البستان، وكان جدي يعتز بيها وما يشلعها نهائيا، مع العلم إنه هي الشجرة كانت ما تحمل نهائيا بس ضخمة جدا، يقول هاي هيبة بالبستان وشكلها هو الجميل، مو المهم بيها ثمر. رحت ليمها ويوم جدحها ووقفت وظليت أباوع يمنى يسرى، وين راح أحفر أصلا أنا؟ وبعدها رجعت للمخزن الخارجي، كان اكو مخزن خارجي نحط بيه اغراض، يعني الاغراض اللي نحتاجها بالزراعة. اخذت الكرك اللي موجود او ما اعرف شو يسمونه، المهم الالة اللي يشيلون بيها التراب، ورحت وجهت للشجرة بس ما اعرف وين احفر، وكنت ابوع على الارضية وافتر داير ما داير الشجرة مثل الشخص المجنون وما اعرف وين احفر. وبعدها ما اعرف شوية بس رفعت عيوني
شوي لفوق لقيت سهم صغير مرسوم على الشجرة، يعني واحد حافر فت سهم بالشجرة. قلت احتمال احفر هنا والقاها، ماكو حل غير هذا السهم اللي موجود، يعني الشغلة موجودة هنا، او السر او الكنز او ما اعرف شنو اللي موجود راح القاه هنا. بعدها وحفرت حفرت، وتقريبا تقدرون تقولون نص متر، لقيت صندوق صغير خشبي. الصندوق كان حجمه جدا صغير، يعني مو كبير. فأول ما فتحت الصندوق لقيت خاتم موجود بالصندوق. الخاتم ما أقول لكم شكله غريب، الخاتم هو كان عبارة عن كله من معدن، المعدن مالته فضة ولا نحاس ولا شنو ما أعرف نهائيا، لأن كان لونه أسود لأن قديم جدا. والمحبس كانت ما بيه فت خرزة أو شذرة لفوق، كانت بيه دائرة فقط، والدائرة كانت مكتوب بيها كلمات ناعمة جدا ما أعرفها شنو. طبعا أول ما أخذت هذا الخاتم وظليت أباوع عليه، مباشرة حسيت شخص دفعني دفعة جدا قوية، ولما دفعني هذا الشخص سقطت على الأرض. وبعدها افتريت وراي، شفت شيء أسود بأسود أو مثل الخيال يحاول يتهجم علي. ركضت من المكان بأقصى سرعتي، وعبرت حتى من السياج مال المزرعة، والحمد لله كان السياج ناصم وعالي. عبرت ورحت على الشارع وأخذت السيارة من هناك ورجعت للبيت تعبان جدا من الركض اللي ركضته والخوف اللي خفته. الشيء الوحيد اللي خلاني مستغرب ليش هذا الجن أو هذا الكائن أو الكيان دفعني وضربني، مع العلم هم جاي يساعدوني وهم اللي يريدوني أجي. وبداية الأمر كنت أخاف منهم، بس هسه لا، لأن ما أذوني نهائيا. صح غير مرئيين وتصير عندي قشعريرة من أسمع أصواتهم، لو من أحس موجودين وراي، بس هسه قمت ما أخاف. ليش ضربني هاي الضربة وليش ما يريدني أخذ الخاتم؟ هذا اللي حسبته أني. ولبست الخاتم بإيدي لمدة 3 أيام وكان جدا طبيعي يعني، بس المشكلة كنت أرتاح جدا من ألبسه، يعني نفسيتي ترتاح، ما أرد أنزع من إيدي نهائيا. لما أنساه بمكان أروح أدور عليه شافوا أهلي واستغربوا وقالوا منين لقيت لهم، انطاني يا صديقي هدية. ما رضيت أحكي لأي واحد لأن ما حد راح يصدق بيه، وبنفس الوقت أنا كنت عندي حب المغامرة وعرفت إنه أنا جاي أسوي فد شي، بس شنو ما أعرف، كان الهدف مالتي مجهول. المهم بعد ال3 أيام بديت أنطوي عن أهلي، بدأوا أهلي وأمي وأبوي يجون يحجون وياي يلحون علي، بس بنفس الوقت بالليل أسمع صوت يقول لي لا تخاف، كلهم ما راح يقدرونك نهائيا، وكلامك اللي ينسمع تقدر هسه تطلع برا تصيح عليهم كلهم وتهينهم وتضربهم، بس ما راح يقدر احد يحاكيك. طبعا انا مستحيل اسوي هذا الشيء، بس صدق كلامه جاي يصير. يعني مثلا اذا ابوي يقول لا تطلع واقول له لا اريد اطلع، انا هنا أنا ويا اصدقائي يقول لي روح اطلع، وامي كذلك، وكل اللي موجودين بالبيت يسمعون كلامي والامر طبيعي. بديت اطب للحمام، اتاخر بوقت جدا طويل ما اطلع، احب المكانات القذره مو يعني بصوره مو طبيعيه، احب الاماكن المهجوره. يعني امشي مثلا بشارع والقى هيكل قديم موجود، الهيكل هو عباره عن بيت بعد قيد الانشاء، ادخل بيه واظل اباوع وافتر. قمت احب هيك مكان، قمت اطلع بالليل واهلي ما يقدرون يحاشوني، ما اعرف شنو الشيء اللي يمنعهم. اول ما اجي يريدون يحجون وياي، ورا شوي النوب يسكتون ويقولوا لي مثلا الحمد لله اجيت، بس انت ترى هواي تاخرت برا، كلامهم يصير جدا ناعم. بديت اروح للمقبره دائما واظل، ولما كنت اروح للمقبره طبعا ما اروح وحدي، احس موجودين وياي 2 او 3 ويحجون وياي طول الطريق، ما اشوفهم صح بس احس بيهم، واحس بجسمي قشعريره مو طبيعيه وهم موجودين يمي. كنت احس بالحراره مال جسمهم قريبة من عندي، كنت أحس بأنفاسهم. نوبات أي شخص بينا هسه، أنت اللي جاي تسمعني تحسك وشخص واقف وراك، تصير عندك قشعريرة تفتر ما تلقى أحد، أو تحس بحرارة مفاجئة على ظهرك، وخاصة بالمنطقة هاي تحس تصير حرارة، حتى نوبات تلزم يعني رقبتك من وراء أو راسك، تريد تشوف سبب الحرارة أو مصدرها منين. هذا جن موجود يمك وجاي يفتر بالمكان، بس ما طول رب العالمين حاميك من هذا الشيء، فلازم تحمد رب العالمين انه يعني باعدهم عنك، بس هم قريبين وموجودين بالمكان. طبعا ما ارضى اطلع عن مضمون القصة. وكانوا يطلبون من عندي طلبات، الطلبات اللي كانوا يطلبوها مو لهم الي، يعني مثلا يقولوا لي انت اذا تريد حاجة
تصير لك أو تتمنى مثلا حاجة أنت تريدها، لا تقول يعني يا الله، قول يا فلان يا كذا، يعني أسماء، والأسماء مال الجن. لازم أقول هاي الأسماء صدق تتحقق لي ثاني يوم مثلا ألقاها، أو تيسر لي أمرها يجيبها شخص إلي. المهم يعني صارت عندي هيك أمر حبيتهم، بس بنفس الوقت صرت يعني بذاك الوقت ما أسبح نهائيا، قذر مبتعد عن كل شيء، أهلي أبد نهائيا ما يعارضوني، لحد ما يوم من الأيام وأنا بالمقبرة بالليل، لأن تعودت على زيارة المقبرة وما أعرف شلون أروح. المشكلة جاي أروح مشي بس أوصل بوقت جدا قريب. المهم رحت المقبرة، طلبوا من عندي أنه أحفر أحد القبور، حفرت أحد القبور الموجودة هناك طبعا، ولما طلعت الجثة اللي برا كنت ما خايف نهائيا لأن هم وياي. طبعا قالوا لي خلاص هسه أنت لازم تتونس وتتمتع. قلت له شنو أتمتع وبشنو أتونس؟ هاي جثة. قالوا لي هاي جثة مال بنية اليوم جابوها الصبح دفنوها، وجميلة جدا، واحنا في سبيل ما راح نسوي لها شيء، انطيناها لك اياها الك، ولا ترفض الهدية، انطينا لك اياها. طبعا قالوا لي اكشف عن وجهها اول مرة وشوف صدق. شفت عن وجهها كانت بنية شديدة الجمال، المشكلة كنت احس بجسمها حار وكأنه عايشة، فما اعرف شلون حطيت ايدي على صدرها حسيت بقلبها يدق. قلت لهم هاي بعدها عايشة؟ قالوا خلاص ما طول عايشة تقدر تسوي بيها اللي تريده. قلت لهم مستحيل هاي جثة وهذا الشيء انا ما اسويه. بعدها حسيت بيها تتحرك، قامت تتحرك واني موجود يعني بصفها. من بدأت تتحرك هاي الجثة خفت ورجعت لي ورا ومرتعب جدا من عندها وخايف. تخيل المنظر، جثة قدامك وتبدي تتحرك وانت تعرف الشخص هذا ميت. قامت تتحرك وبعدها فكت ايديها وباوعت علي، وكانت يعني مثل ما قلت لكم يعني جثة، واكيد راح تكون عارية يعني ملابسة اي شيء. كانت تقريبا يعني نص جسمها او لحد صدرها طالع، وجهها ابيض، ابتسمت بوجهي وقالت لي انا كنت انتظرك من زمان واعرف بيك راح تجي، وجيتك خلتني اقعد واني ميتة. وبعدها سويت اشياء ويا الجثة، الاشياء كانت قلة ادب وانتو تعرفوها، انا اعرفكم انت تعرفها، السيكو بيكا هاي كل مرة اقول لكم اياها، بس نوبات اكو شخص يعني يصير ذكي يكتب بطريقتهم، والسوالة لا تعرف السوالة. المهم وبهالاثناء جاي اسوي هيجي سمعت صوت، والصوت كان جدا غريب، والصوت هو عبارة عن ما الشخص جاي يلهث بصوت مو طبيعي كأنه تريد روحه تطلع، ومثل الفحيح مال الأفاعي. وبعدها سمعت صوت واحد يصيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصوت عالي ويقرأ قرآن، بس ما أعرف الصوت منين جاي. المهم انتبهت على نفسي والوضعية اللي أنا بيها، وهي كانت الجثة موجودة جوايا وباوعت عليها، ارتعبت من المنظر اللي شفته، كانت متفحمة تماما ويطلع من عيونها دود ومن كل مكان ومن اذنها، وكانت مقززة جدا. ارتعبت مباشرة وقمت ما اعرف شنو الشي اللي اسويه، وافتر يمنى ويسرى وافتر وما موجودين حتى ذولا، وين راحوا ما اعرف. لما التفتت وراي شفت شخص قريب جدا من عندي، وكان يصيح انا اعلمك، واوقف وقف لي جاي يحكي وياك الرجال، والظاهر هذا الشخص الحارس مال المقبرة. وبعدها ركضت من المقبرة وطلعت في سبيل لا يعرفني ولا يتعرف علي، وحتى إذا عرفني ما راح يعرفني أني منين، بس راح يعرف شكلي ويحفظه. طلعت وقام أسمع يصيح الله ليوفقكم تجيبون سحر وتخلوه بالمقابر، وانت كنت تسوي هنا أنا، ويصيح بصياح عالي ومرتفع. بعدها أنا عفت يصيح، مثل ما قلت لكم رحت وتوجهت للبيت. ولما وصلت للبيت وصلت الساعة تقريبا 4، كانوا الأهل كلهم نايمين، وبالعادة ما يحاجوني نهائيا لأن قلت لكم سيطرت عليهم سيطرة تامة، بس تعبت جدا بالطريق. كل مرة من نروح كنت برمشة عين أوصل للمقبرة كأنه ما ماشي هاي المسافة كلها. رجعت واني وحدي، وبهذا اليوم نمت ما كان موجود أي أحد نهائيا، ونمت مرتاح والمحبس بإيدي، وقعدت الصبح ثاني يوم الأمر جدا طبيعي ولا كأنه أي شيء صاير. المهم وبعد ما أجى الليل والعالم كلها راحت نامت، دخلت للغرفة أني قلت راح أمدد لأن أنا متعود ما أنام نهائيين، ما قدرت أنام. وبعدها طلعت ورحت للحمام، لما رحت للحمام طلعت للحمام البرة،
قعدت بالحمام وجاني شخص داخل الحمام وبدأ يحكي وياي ويقول لي انت ما قدرت تحميني بذيك الساعة، ولازم انت بذاك الوقت كاتله وضاربه، هو اللي طردنا من يمك وهو اللي صرفنا من يمك. قلت لي ليش انت منو؟ قال لي اني ملك الخاتم اللي لابسه بايدك، واني كنت اخدم جدك بكل شيء يريده، وخدمتك هواي وانطيتك اشياء اللي تريدها وتحلم بيها وحققت لك اياها، وهذول اللي كانوا موجودين هناك يوم خمسة يوم ثلاثة يوم أربعة كل ما اشوفك انت ضايج انا ادزهم الك، وانت اي شيء تريدهم يلبوا لك اياه، بس انت لازم هم تحميهم ولازم يعني ما تخلي احد يتقرب عليهم. رجعت وقلت له هم جن وما يقدرون يحمون نفسهم والعالم كله يخاف من عندهم. قال احنا جن سفلي واحنا جن كافر، ما نعترف بالقران نهائيا ولا نعترف يعني باي شيء، فانت لازم ما تروح الاماكن ينذكر بيها اسم رب العالمين، وما تروح الجلسات مال الذكر، وتبتعد عن القران وتحاول تنقصهم وتشوه سمعتهم باكبر صوره ممكنه، مفهوم؟ بصوت جدا عالي وعيونه صار لونهن احمر جدا، وبعدها اختفى من قدامي. لما اختفى من قدامي قمت فتحت الباب مال الحمام اريد اطلع، انصدمت بالمنظر اللي شفته. الكل راح يقولون شاف جن او شاف شخص، لا شفت والدي واقف وكان يسمع كل الكلام اللي قلته. قال لي ويا من جاي تحكي هذا الكلام؟ شنو اللي جاي تحكي انت؟ قلت له لا ماكو شيء، انا كنت احكي ويا نفسي ما اعرف شنو. ضربني والدي ضربة جدا قوية، ولما ضربني والدي الضربة هاي القوية على وجهي ثاني يوم قعد وإيده توجعه جدا وجع مو طبيعي، وظل يباوع علي وكأنه شخص ثاني كأنه خايف من عندي أو. فبديت أنا ما أعرف شنو الشيء اللي أسويه ولا أقدر أي شيء أقول له آسف على شنو ما أعرف، وهو اللي أصلا ضربني هو اللي صار هيجي بإيده. باوعت علي وقلت له أنا ترى ما سويت شيء وأنت البارحة تضربني. قال لي خلص براحتك، وصدق رحت أني وطلعت وعفته، وهو هم ما أعرف وين يعني راح. لما رجعت للبيت لقيت البيت مالنا فارغ وماكو أحد بيه نهائيا، يعني أهلي كلهم طالعين. رجعت تقريبا على الساعة بالتسعة بالليل بهذا اليوم، وعلى أساس اليوم أنه أنا أروح للمقبرة وراح يعلموني أشياء ثانية ما أعرف شننه. المهم لأن قال لي إجا وقت الصحيح وإجا وقت الجد، وصدق صارت الساعة بالتسعة بس دخلت البيت ما موجود أحد، يعني ما موجود أحد بالبيت نهائيا. أهلي وين راحوا ما أدري. ورا شوية النوب سمعت الباب تندق، وأول ما فتحت الباب لقيت أشخاص اثنين دفعوني لجو مباشرة، كانوا لابسين هدوم بيض، ودخل والدي وراهم. ظليت أصيح وأصرخ بوجه والدي وأقول له ليش هيك متشتفيني وهدوني، لازمين واحد من إيدي هاي ومن إيدي هاي. وبدأوا يسحلون بي وياخذوني للغرفة مال الاستقبال، طبعا حطوني على الأرضية وقيدوا إيدي ورجلي بسناسل، يعني قيدوني رجلي وإيدي سوا أربعة وخلوني. ولما خلوني بدأوا يشغلون قرآن، ولما يشغلون قرآن كنت أضحك بصورة هستيرية وجنونية، لحد ما واحد من عندهم قال له نزع الخاتم اللي لابسه. بديت أسد بإيدي وما أريد أحد ينزعنيها، وبنفس الوقت مو أنا اللي جاي أتحكم بنفسي. وصدق نزعني الخاتم اللي موجود بإيدي وحطه بكاسة بيها مي، وما أعرف هاي الكاسة بيها هذا مي ولا مي بشي ثاني. المهم بعدها بدأوا يزيدون بالقرآن أكثر وأكثر علي وماكو أي نتيجة، أنا بس أضحك. وبعدها حسيتهم جاي يضربون بي ضرب جدا قوي، تقدرون تقولون فد مثلا واير مال كهرباء أو صوت أو شي ثاني، يعني ضرب جدا قوي. كنت أتوجع وأصرخ وأتألم، واللي بداخلي أقولهم راح أموت من الضرب، بس هم كانوا يزيدون علي أكثر وأكثر. بعدها لما قعدت وأنا كان مغمى علي ما عرفت أي شي، وحتى والدي ذكرني بهواي أمور أقول له أنا ذني ما سويتهن. طبعا ما أعرف أجمع اللحظات، بس اللي قبل صار وياي كنت أتذكره بحذافيره، كان الجن يستدرجني بسبب جدي، ولهذا يومنا ما أعرف شنو جدي كان بينه وبينهم. لهنا أنا وتنتهي قصتنا اليوم، وإذا عجبتكم
اشتركوا لي بالقناة، فعلوا لي زر الجرس، وباي، وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.